بدنا نبدأ في هذا الفيديو عن الطرق اللي بينتقل فيها المواد من داخل الخارج ومن خارج الداخل. أول نوع من النقل هذا اللي راح نحكي عنه النقل اللي ما بده طاقة. ذلك فإذا بدنا نحكي عن المركبات بدهم ينتقلوا down their concentration gradient، وهذا الإشي بنسميه passive transport. ليش بنسميه passive؟ لأنه ما بيحتاج ليش لطاقة، وبالتالي المواد راح تكون passive transport و they move down their concentration gradient يعني من التركيز الأعلى إلى التركيز المنخفض. الآن إذا كان عندك هذا الممبرين، ومثل ما حكينا كثير من الأشياء بدها تمر من خلال هذا الممبرين، لكن ذكرنا إنه الممبرين عنده selective permeability، نفاذية اختيارية، تمام؟ فلذلك خلينا نفكر بكثير أنواع المواد اللي بدهم يتحركوا passively. إذا كان عندنا مركبات صغيرة راح يمر من خلال الفتحات هاي اللي في الممبرين إذا كان في فتحات، لكن بده يمر من الهيدروفوبيك بارت. لذلك إذا كان هذا المركب صغير، تمام، راح يسهل عملية نقل المواد على الممبرين. وبالتالي إذا كان المركب صغير وأيضا مش مشحون هذا بيسهل العملية. مثال، إذا كان عندنا مثلا ثاني أكسيد الكربون سي دبل بوند أو دبل بوند أو، هذا مركب ما عنده شحنة، فلذلك مركبات ثاني أكسيد الكربون راح تتحرك من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض، تمام؟ فمثال، إذا كان عندي هون تركيز كثير عالي في الداخل، مع الوقت كثير من الكربون دايكسايد راح ينتقل من خلال الممبرين هذا ويدخل من خلال الممبرين ويطلع للخارج. طبعا ما عندهم مش شحنات، وبالتالي الهيدروفيليك هيد هذا والهيدروفوبيك تي ما راح يمانعوهم، تمام، وبالتالي راح يدخلوا بسرعة. الآن ما راح يتأثروا بالهيدروفوبيك بارت، الهيدروفوبيك تيلز، تمام، فلذلك راح يتحرك كمية كبيرة من الداخل إلى الخارج. ليش؟ لأن فرق التركيز في الداخل عالي وفي الخارج منخفض، فلذلك الـ CO2 راح يدخل بشكل سهل جدا من خلال الممبرين من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض. مثال آخر، الأكسجين. الأكسجين هذا بيمر كمان بسرعة، إذا كان عندي تركيز عالي في الخارج وتركيز منخفض في الداخل، لأنه مركب صغير وغير مشحون ما راح يلاقي مشكلة، وبالتالي راح يمر من خلال هيدروفيليك هيدز، وكمان لأنهم من حجمهم صغير ما راح يلاقوا مشكلة وراح يمر من خلال هيدروفوبيك تيل ويدخلوا لداخل الخلية. طبعا هاي التفاعلات عندهم راندوم، مثل ما حكينا حركة الجزيئات هي حركة عشوائية، تمام، فهاي المواد راح تتحرك بشكل سهل جدا، بشكل طبيعي جدا. الآن إذا كان عندنا إشي بيمنع مرور هاي المركبات مثل هذا السيل ممبرين، طبعا راح نحكي عن مواد ثانية مثل المواد اللي ممكن تكون مشحونة، كمثال مثل أيونات الصوديوم فهي مشحونة، فأيونات البوتاسيوم كمان هاي مشحونة، هل راح يقدر يمره؟ ليش؟ حتى لو كان في تركيز عالي في الخارج للصوديوم وتركيز منخفض له في الداخل، راح يكون عندهم سهولة بالبداية بالتفاعل مع الهيدروفيليك هيدز اللي هي الفاسفو بارت، لكن ما راح يقدر يمره من خلال التيلز. ليش؟ لأنه هيدروفوبيك التيلز، تمام، فبالتالي راح يتجمعوا حول الفاسفيت ومش راح يقدروا يمروا من خلال الليبيدز، تمام. فلذلك لازم يكون في طريقة لنقلهم، وهاي الطريقة لازم تكون قناة طبيعية موجودة داخل الممبرين
عشان تقدر تمررها من خلال هذا الممبرين. المي كمان مهمة جدا، احنا معيش في بيئة اكويس، من الداخل اكويس، من خارج اكويس. والمية ما عندها شحنة، لكن عندها شحنة جزئية، مثل ما حكينا عندها partially positive hydrogen و partially negative oxygen. فهاي الشحنة الجزئية كمان على الأطراف رح تتفاعل مع الهيدروفيليك هيدز، تمام، ورح يصير attraction معها، تمام. لكن رح يكونوا بس attracted للهيدروفيليك هيد، ولكن شحنتهم مش كبيرة قوية، فكثير جزء منهم لأنهم صغير، خلينا نحكي عندهم بعض القطبية، وبالتالي رح يمروا من خلال هذا الممبرين، لكن بشكل بسيط جدا. لكن بنفس الوقت احنا بحاجة لكمية اكبر من هاي المية، لذلك في عندي هاي القنوات اللي الان نشير عليها، اللي هي نسميها الاكوابورينز. اكوابورينز هي قنوات بتكون من الداخل هيدروفيليك، وبتساعد على نقل المواد من خلال هذا الممبرين. إذا الآن هذا الصورة للبروتين اللي نرسم الآن، المية راح تقدر تمر من خلال عملية الباسيف ترانسبورت،